خذ يا سكاوت، تحتاجه أكثر مني. معذرة، هل هذا كلبك؟ نعم كلبي، اسمه سكاوت. مسكين، يستحق منزلا أفضل، لا أن يعيش في الشارع. ليتني لدي منزل، فقدته مؤخرا، فالأمور كانت. هذا تصرف غير مسؤول منك، كيف تعتني بكلب وأنت لا تستطيع الاعتناء بنفسك؟ هاي سكاوت، ترى هل يطعمك؟ تحتاج منزلا. أنا أطعمه أحيانا، لا أكل لكنني أحرص على إطعامه، ولن يذهب لأي مكان. حقا؟ سنرى ذلك، سأتصل برعاية الحيوانات. أنت لا تستحق كلبا. أهلا، أنا كيرين كوفمان، أود الإبلاغ عن إساءة للحيوانات. شكرا. الجو حار، تشعر بالحر؟ ها هو، هذا هو الرجل الذي يهمل الكلب. عفوا سيدي، لدينا تقرير عن إهمال حيوان. متى أكل آخر مرة؟ قبل ساعتين أعطيته شطيرة. لما؟ صحيح، من الواضح أنه يكذب، ربما الكلب لم يأكل منذ أيام. هل لديك منزل؟ قد لا يعتبر منزلا للبعض، لكن يكفي كلينا. رأيتِ؟ هذا الكلب يحتاج منزلا حقيقيا، وليس البقاء هنا معه. جاكوب، ترى ما الذي يحدث هناك؟ يبدو أنهم يحاولون أخذ الكلب، سأصورهم. انظر، هناك قانون جديد، إن لم يكن لديك منزل فلن تربي كلبا، سنضطر لأخذه. لا مهلا، رجاء، أنتم لا تفهمون، لا أستطيع العيش بدونه، كلانا يحتاج الآخر. اسمعوا، لم أكن مشردا، كان لدي وظيفة محترمة، وفي مرة وأنا عائد للمنزل، يومها قابلت سكاوت، كان بلا منزل وبدا لي حزينا، وعندما ألقيت نظرة في عينيه الواسعتين عرفت أنه يجب أن آخذه معي. أخذت سكاوت للمنزل واعتنيت به جيدا، كنت أحممه كل أسبوع وأطعمته أفضل طعام، وقبل أن أدرك بدا وكأنه صار كلبا جديدا، كنا لا ننفصل وصارت الأمور بخير. وبعد بضعة أشهر فقدت وظيفتي، وفجأة أصبحت بلا دخل، وتأخرت في بعض الفواتير، وأصبحت مدينا $4,000 كإيجار، ولعدم الدفع فقدنا المنزل. كما ترون سكاوت احتاجني وهو مشرد، والآن أصبحت أنا المشرد. بطريقة ما كلانا يحتاج الآخر. نعم، هذه قصة رائعة، ولكن من يدري أي جزء منها صحيح؟ في الحالتين إنها القواعد، صحيح؟ أجل، فلتأخذه. ماذا؟ مهلاً، لا سيدي، لا أستطيع فقده. سيدي، استعد منزلك ثم استعد كلبك. إذا لم يجد الكلب منزلاً آخر، هيا سكاوت، فلنبحث عن منزل جديد. هيا. لا سكاوت. سيدي، أنا آسفة جداً، لا أصدق أن هذا حدث. هذا ليس عدلا، فقد رأيت طيبتك مع هذا الكلب، علينا فعل شيء. لا فائدة، بلا منزل لن أربي كلبا، وإن لم أحصل على $4,000 فلن أستعيد سكاوت. علينا فعل شيء. مولني. ماذا؟
ننشئ صفحة مولني ونحكي للجميع قصتك مع سكاوت وكيف وجدته. متأكد أن الناس سيتبرعون. هل تعتقد أنها فكرة صائبة؟ أجل، دعوني أجربها. واو، حسنا إن كنت واثقا. أجل، أوكي، الكمبيوتر في المنزل، هيا بنا. جاكوب مضى متحمسا جدا للمساعدة في إعادة سكاوت إلى مالكه الشرعي. جلس أمام الكمبيوتر وبدأ صفحة مولني ليخبر العالم بكل شيء عن سكاوت وعن الحاجة إلى إعادته إلى المنزل. حدد هدفا بجمع 4000 دولار، وقبل أن يدرك أصبحت قصة سكاوت مشهورة. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بالتبرع بالمال. لم يستطع جاكوب وأمه تصديق ما حدث، وبعد ذلك بيومين ذهب جاكوب وأمه لزيارة الرجل المشرد. عذرا سيدي. أوه، أهلا، ها قد عدت مجددا. بالطبع، نحن في الواقع لدينا مفاجأة لك. ما هي؟ لما لا تأتي معنا؟ سأطلب شيئا غريبا، هل لا تعصب عينيك؟ حسنا. حسنا، ها قد اقتربنا، توقف، انزل عصابة الآن. مهلا، هذه شقتي القديمة، أنا لا أفهم، ماذا نفعل هنا؟ في الواقع هذه شقتك الجديدة، وها هي المفاتيح. ماذا؟ سددتم 4000 دولار المتأخرة؟ بل أفضل، لقد اشتريناها من المالك، إنها ملكك الآن. أنا أملكها؟ ماذا؟ حقا؟ لكنني لا أفهم. أتذكر فكرة صفحة مولني؟ لنقل فقط إنها نجحت وقمنا بجمع ما يكفي لشراء المكان. واو، لا أصدق هذا، هذا سوف يغير حياتي. شكرا جزيلا. على الرحب. في الواقع أنا لدي مفاجأة أخرى. سكاوت، أهلا أهلا، اشتقت لك كثيرا. لا أصدق أنكما أعدتماه، كيف أعبر عن معنى هذا؟ بورك فيكما. أهلا بكما. بوركت أيضا. Ha 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 ha.